آلاف التوانسة يوقعوا على عريضة شعبية يطالبوا فيها برفع الحصانة على النواب. أنت مع أو ضد؟ بالطبيعة لازم يتحاسب كنائب، لازم يتحاسب، لازم الناس كل يقفوا مع رفع الحصانة على النواب. هذه حاجة واضحة معاه بالطبيعة، نجم نكون كان معاه. حسب رأيك باش يرفعوا الحصانة على النواب؟ لازم يرفع الحصانة على النواب، هذا مطلب شعبي. وان شاء الله فما جروب تو ديجا على الفيسبوك قاعد يكبر، وان شاء الله يهبطوا الميدان معناه، خاطر هذا فيسبوك اللي فيرتويال كل شيء، لازم العباد تهبط لوت. واضحة. حسب رأيك فما نواب قاعدة تستغل في الحصانة لخدمة أغراضها الشخصية، قاعدة عاملة الحصانة حماية ليها. فما شخصيات داخل المجلس النواب على جال الحصانة. معناها باش ياخذوا الحصانة مش باش يخدم في بلاده، ولا باش يخدم في الـ في الـ في, الـ في البلاصة اللي هما تقدم عليها. هما جوست متخدمين على جال الحصانة. هاك تشوف وليت عندك نترية في مجلس النواب. ستايش اكزومبل. إلغاء الحصانة. ثماش بلاد في الدنيا تسيب النواب نتاعها باش ضربه ضربتين تلقى خمسه من الناس في الحبس ولا موقفين، فهمتني؟ اذا كان باش تتلغى الحصانه جمله واحده، هي قاعد باش يحط عجل، كيفاش تقولوا النهضه على العصافه العجله، فهمتني؟ الروح. اما هذا مش معناتها واحد دخل الغديكة معناتها ولا فرفوري، فهمتني؟ نضيف واحد، لا مش هذا، فما فرق. المحاسبة لا بد منها المحاسبة. والحصانة مش معناتها كما كل يمشي للحج يغسل، فهمتني، ذنوبه ويروح، تخلى الواحد ما عادش عنده ذنوب. أي سيدي أنا دخلت نائب شعب وغدوة تعديت على غشير وقتلت لبوه حصانة، مش معقول. موني باش نتوقف، مو باش العدالة عندها آليات باش تجي تقول للمجلس هك الشخص هذاك راهو ارتكب جرم، وهاو شنو اللي ظهر اللي هو ارتكب جرم، وراهو حاجتي به هنا بالحصانة ولا بلاش. العدالة تنجم تقوم بالواجب نتاعها. أما إذا كان هي رفع الحصانة بمفهوم أنه أنا باش نتشفى منك، أي هاو ما عادش عندك حصانة، على أساس أنه اللي يولي في عنده مشكلة يطلع نايب، يوم يطلع هم شويه فلوس ويطلع سونس كان بروبليم. خلينا نقولوا على ذكر معناها فما نواب، خلينا نقولوا متعلقه بهم شبهات فساد، ولوا معناها عندهم حصانه، لهذا معناها يحبوا ينحوا الحصانه. تو انت قلت شبهات، انا مش على شنو باش نجاوبك؟ ما دام هي شبهات تقعد شبهات، على شنو باش نجاوب؟ ما نجمش نجاوبك على خاطر وقتها انا نجم نلصق لك اي شبهه وهي توقف واحد حتى لين بعد عامين نظهر اللي انا بريء. وانت مع او ضد الغاء الحصانة؟ شوف مش مع ولا ضد. اول حاجه صار نفهم الميكانيزم بكله. في البرلمان موجود قانون تسحب الحصانه، القانون الداخلي نتاع البرلمان سحب الحصانه من اي نائب يتقدم للقضاء. القضاء يتقدم للمكتب مجلس النواب، يتقدم له السيد هذا عنده قضايا، تتعمل جلسه ويسحبوا منها. راهو الواحد مش يتحاكم، معناها مش يتساءل ويتحاكم. الاشكال مو التويك، الاشكال ماهوش في سحب الحصانه، ولا لان خاطر هذا مطلب راهو ملغوم، فهمتها؟ لان سحب الحصانه نولي انا نجي نتكلم على الفساد في البرلمان، ينجموا من غدوه الحي يدخلوني للحبس، فهمتها؟ معناها علاش قلت لك راهو مطلب ملغوم. الاشكال بكله في القضاء، في القضاء التونسي، اللي النسات اللي عندها مشاكل نتاع فساد نتاع كذا، هما ما غير حصانه وما نادوا معايتو لهمش. هما ما غير حصانه، قلت لك ما عندهمش حصانه، ماهوش نايب في البرلمان ومعايتو ليش، فما بالك باش يولي الاشكال في تونس في القضاء. كيفاش نعاودوا القضاء نتاعنا يتبنى بالصحيح وتولي الملفات كلها تتجبد. ملفات تتجبد. حسب رايك فما نواب يستغلوا في الحصانه لخدمه اغراضهم الشخصيه؟ شوف اللي باش يخدم اغراضه الشخصيه بالحصانه ولا بلاش حصانه، نعاودها لك مره ثانيه، راهم يخدموا في اغراضهم الشخصيه بالحصانه ولا بلاش حصانه، فهمتها؟ باش تزيد شويه ربما النائب في البرلمان باش يولي معروف، يولي كذا، فهمتها؟ ينجم يعمل الباز ولا يخدم بها واحد. مي هذا الكليك راني قلت لك انا، هذا الكليك مرتبط بمؤسسه القضاء، وطيلي مؤسسه القضاء تكون واضحه، تكون مستقله،
مستقلة بتم معنى الكلمة، لأن عنا عديد من الدوسيات على نواب موجودين في البرلمان السابق ولا اللي جاي دوسياتهم في القضاء وما تحلت الجملة. شوف في استقلالية القضاء؟ أكيد أكيد. عباد متاع تهريب ولات في البرلمان، عباد عصابات متكونة من أحزاب، من شو نقول لك ترى كل شيء. أنا مع الغاء الحصانة البرلمانية. حسب رأيك فما نواب أو برلمانيين يستغلوا في الحصانة لخدمة أغراضهم الشخصية معناها؟ أكيد أكيد فما نواب إنهم يستغلوا في الحصانة متاعهم باش يكونوا عصابات، باش يكونوا متهريب، باش يكونوا أغراض معناتها شخصية، أغراض سياسية. هو مع وضد في نفس الوقت عليه، لأنه كميم الحصانة عندها أهمية بالنسبة للنائب في البرلمان، بس يبدي يؤدي في الدور متاعه أم برنسيب، يؤدي في دوره هو مرتاح. أما إحنا توا كشعب قاعدين نلاحظه، قاعدين نلاحظه أنه ثم فساد، وفساد ذي أكيد يضم كل القطاعات ومن بينهم من أي نائب، يعني النائب ثم نواب منهم فاسدين. ديكو الشعب شي ولي طالب ينحو الحصانة، باش أي نائب يلاحظوا عليه أي حاجة من غير لا يستني وقتش تنحى الحصانة أوتوماتيكمو، يولوا يطالبوا أنهم يقاضيوه. دونك أنا أفيك أي كونتر أو ميم طون، لأنه هي كان باش تنحيها تولي فما تنجم تعمل عدم توازن، وهكا يعني حتى النائب يولي ماهوش مرتاح في خدمته، وكان باش تخليها النواب اللي فاسدين باش يخدموا زاد على راحتهم. هاكا قال شنو ما همش يعني عندهم الحصانه وبعاد على يعني على اطار انهم يتقاضيو في الفتره هذه. الفساد موجود في البلاصه الكل، راه كيما ثم نواب نظاف كيما ثم نواب فساد، فساد زاد واصل مع توصل لميت معاون معين. انت كشاب تونسي مع او ضد الغاء الحصانه؟ انا مع الحصانه، مع الحصانه. بس برايك ما فهمش نواب يستغلوا الحصانه لخدمه اغراضهم الشخصيه ولخدمه وباش يغطي على الفساد نتاعهم وما يتحاسبوش خلينا نقولوا؟ والله ثم مقليل ما نعموش، مش الكل ثم نواب معناتها يستغلوا في النفوذ نتاعهم وما الاكثريه لا. ما فهمش حصانه والشعب طبيعته يعرفها الحكايه هذيا، فهمتني؟ دونك الغالي قلت عليه ممكن يعاودوا يحلوا فيه بحث من الاول وجديد، خاطر كيما نعرفوا في تونس قل الموضوع يصير سيرتوت وامور توا احزاب وانتخابات رئاسيه وتشريعيه بالبرلمان والكل، ديما كي تصير الحكايه معناها يعاودوا يحلوها من الاول وجديد، بحث نقولوا نحن بحث بيت والكل، فهمتني؟ الحصانه مش موجوده في تونس، ان شاء الله تكون عندنا الحصانه. كيفاه مش موجوده؟ يعني الحصانه موجوده عند كل البرلمانيين، اي نائب في المجلس عنده الحصانه. ما عنده الحمايه. ممكن عنده الحماية هي من الحصانة ما نتصورش، علاش؟ خاطر أنا نشوف فيهم معناها نايبين في المجالس الكل، فهمت؟ ديما قل ديما معناها العرك موجود والكلام البذيء وحاجات معناها نرمون ما تصيرش، فهمت؟ كي نجيو الحاجات هذوما ما يصيروش معناها متفاهمين ويحبوا الخير لبعضهم بصراحة معناها نقولوا ممكن كانت تكون موجودة الحصانة حتى عند الشعب العادي معناها كأي مواطن عادي. إلغاء الحصانة على النواب أو البرلمانيين أصبح مطلب شعبي يطالب به كل الشباب تقريبا وكل التونسيين، شنو رايك؟ والله هذه فكره طيبه صراحه وتفرح، فهمتني؟ باش حتى حد ما يعمل مخالفات يتجاوز القانون يتجاوز، صراحه انا راه حاجه باهيه صراحه. انت مع الغاء الحصانه؟ اي مع الغاء الحصانه. بالطبيعه هو واحد علاش يحب يمشي لمجلس النواب؟ باش يتمتع بك الحصانه هذيك، كي تنحي له انت الحصانه كان هو ثقة تو يقعد في مجلس النواب، كان هو مش ثقة تو يخرج منه المجلس النواب. يا اخي هو دخل المجلس النواب على زروقية عينين الشعب، مو باش يدبر مورسو جاتوه من الجاتوه اللي قاعدين يتقاسموا فيه الكتلة السياسية الكل، هذا هو. فو با شيرشي ميديا 14 يعني أغلبية النواب في رأيك دخلوا معنا البرلمان باش يستغلوا خلينا نقول الحصانة لخدمة أغراضهم الشخصية. إلا من رحم ربي بالطبيعة. واحد على عشرة يكون أهل ثقة، فهمتني ولا لا؟
لكن فهمتي ولا لا الأغلبية يدخلوا المجلس النواب علاش؟ باش يتمتعوا بك الشهرية، فهمتي ولا لا، وباش يتمتعوا بالحصان. وش عملوا هما النواب؟ شنو عملوا النواب؟ أنت العوام اللي تعدات الكل ما مقصوص في الأعياد، التلامذة فهمتني ولا لا، الثلاثي الكل شطروا يعديوه في الشارع، وليدات صغار يموتوا في السبيطارات وأمهم تولد فيهم، مواطن فهمتني ولا لا صغير في العمر تقتلوا الديوانة ويقولوا مات بكرتوشة ضربت في الحيط ورجعت قتلته، إيش تحب أكثر من هك؟ وينهم نواب الشعب؟ وينهم نواب الشعب؟ فهمتني ولا لا؟ وينهم النواب؟ الملح متاعنا قاعد يتباع بملاليم الأوروبا، سفير فرنسا يتدخل في الشؤون الداخلية متاعنا، مش تحب أكثر من هكا؟ وينهم النواب؟ وينهم نواب الشعب؟ ولهذا إذا هما ما عملوا حد شيء، إذا هما ما عملوا حد شيء، هما مش ما عملوا حد شيء، هما ما عملوا حد شيء للمواطنين، لكن عملوا أشياء لروحهم. واضح جاوبتك توا على الحصانة، ولهذا الحصانة كي تتنحى كيفاش يقولوا هو يقعد في الواد، كان نسيت المثال، يقعد في الواد كان عجرو. وأنا انشاطر تنحية الحصان. حسب رأيك باش تتنحى؟ والله ما نتصورش تتنحى، على خاطر ما نتصورش تتنحى. كما في تونس تتصور غدوة الراجل يولي ياخذ زوج نساء في تونس؟ ما نتصورش، ما نتصورش. كيما الحصانة ما تنجمش تتنح، على خاطر السياسيين هذيك الحصانة يخدموا بها هي، والسياسي يخدم بالمرأة، ما يعطيش قيمة المرأة في برشا مجالات، ولو أنه في مجالات أخرين يعطيها أكثر من الحق متاعها، لكن ما ريتش أنت كل سياسي يبدأ يلوج باش يلم أكثر أصوات من أصوات النساء يخدم بالمرأة. دونك ما كيما السياسي بار أنالوجي، كيما السياسي فهمتني ولا لا ما ينجمش غدوة يقول الراجل باش يولي ياخذ زوج نساء، كيما الحصانة صعيب ياسر باش تتنحى لأعضاء مجلس النواب.